السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا ملعب تيزي وزو ونوقفوا على يعني الوضعية نتاع الملعب من الداخل، وحيث أنه في أحسن ما يرام والأرضية تبدو يعني جيدة جدا. تبقى يعني بعض الأشغال في الملحقات نتاع الملعب في فلازون في بي، الغرف تاع تغيير الملابس و يعني المرافق الأخرى. تبقى قاضي ما زالت يعني العملية تاع التجهيز تاع الفضاءات. يبقى لو سول بيمول كما نقولوا حنا، النقطة السوداء اللي تبقى هي قضية السقف، والقضية تاع السقف من ناحية التصميم تاعو يعني هذيك قضية كل واحد عنده يعني ليغو تاعو، عنده النظرة ديالو. حنا ما ندخلوش في الموضوع هذا تاع التصميم. القضية بالنسبة لي تعتبر قضية تقنية، وهي قضية الليطانشيتي تاع السقف هذا. إن شاء الله تكون يعني المشاكل نتاع الليطانشيتي يكونوا مش كبار بزاف، يتم يعني حلهم في وقتهم، وإن شاء الله التاريخ نتاع التدشين تاع الملعب هذا ما راهش بعيد. ونتمنى إن شاء الله نشوفوا الفرق الوطنية تلعب، يعني الفريق الوطني يلعب هذا الملعب، وكذلك عودة فريق شبيبة القبائل إلى الألقاب الإفريقية القارية والمنافسات القارية، باش نشوفوا الفرق الإفريقية تلعب في هذا الملعب إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.